أحلى صباح. صباح الخير لكل مشاهدي تلفزيون لبنان. حلقة جديدة انطلقت من برنامج أحلى صباح بترفقة أنا وزميلي جوزيف. قبل ما نبلش بدي أتمنى لكم نهار جديد هيك مليان بالحب والتفاؤل بكل أمل مستمرين. يعني من بعد ليلة عيد الحب أنا بحب لكم أن الحب مش بالقوة، يعني ما تطلبوه من حدا كان من كبير أو من صغير، وخلوا الغياب أو الغايب تركوه هو وعذره. بونجور جوزيف. بونجور أنطوانيت، وصباح الخير كمان لكل الأشخاص اللي عم بيتابعونا اليوم. بتعرفي يعني أهم شيء بالحياة بيقولوا الحب، وعن جد الحب اللي بيخلينا نعمل أشياء ما عبالنا نعملها أو يمكن نستصعبها أوقات، بس الحب بيسهل كل شيء. لما نكون بنحب شخص بنتغير كرماله، بنغير طريقة حياتنا كمان، وبذات الوقت بنكون عم نعطي أشياء نحن ما كنا عارفين عنها إياها. فأكيد الحب شيء كتير مهم، وما عم نحكي بس الحب بين شخصين يمكن مغرومين ببعض، ولكن الحب الأخوة، الصداقة كمان، الأهل لأولادهم وإلى ما هنالك. فالحب بكل أشكاله حلو، وهيك يعني بيخلينا نكون شوي مرتاحين ومبسوطين بحياتنا. يعني جوزيف بكل أنحاء العالم بيرح احتفلوا بعيد الحب، وانقسمت البلدان، يعني في يعني مثل فرنسا وإيطاليا أصروا أنه عيد الحب لازم يكون للعشاق فقط، أما ببقية دول العالم فكانوا عم بيقولوا أنه لا، هيدا عيد فيكون من بي لبنته، من بنت لخيه لأختها لابنها، فأنه هيدا طريق حي الله نوع من الحب. اعتبروا البعض أنه بخانة التجارة، أنه لا ما يصنفوا بس انه العشاق يعني يحتفلوا او يتبادلوا الهدايا، لا خلينا نفتح لها. يعني بتعرفي بالتحديد يعني هو الحب بشكل عام يمكن منلاقيه بكل اشكاله مثل ما كنا عم نحكي، ولكن الحب بين شخصين ما بيعرفوا بعض وبينموا هالعلاقه، لانه بيقولوا الاخوه الاهل مثل انه معودين على بعض، مجبورين يحبوا بعض لانهم عائله، ولكن الاشخاص اللي بينقوا بعض هذا الحب الصعب، لانه بيتخطوا كثير اشياء. اوقات تتخانقي مع اختك ترجع بتحكيها ثاني نهار، بس لما تتخانق الحبيب مع الحبيبه بينسوا بعض وبيصيروا غرباء. فهذا الحب الصعب يمكن نخليه ونقدر نتفاهم معه ونغير طريقه حياتنا كرماله، فيمكن مش هيك بيحتفلوا فيه بكبروه. ولكن عم نشوف في حب كثير اهم بحياتنا، وفي اشياء عن جد ثانيه بتخلينا نكمل وبتعطينا دفع اكثر بكثير من انه عليها. هيدا هو المزبوط جوزيف، كل شغله فيها امل، فيها طاقه ايجابيه بتعطيك هيك باور لتستمر لتوعك اليوم عندك هدف، هيدا هو الحب الاعظم. يعني واليوم بسائب انطوانيت كمان اليوم العالمي للتوعيه لسرطان الاطفال بالتحديد، ونحن دائما بنقول انه ايام التوعيه هي مش بس كرمال نكون عم نخبر او نعطي معلومات عن هذا المرض بالتحديد، لانه كل العالم بتعرف عن مرض السرطان وخاصه للاطفال، ولكن ايام الوعي بالتحديد هي كمان لنشر المعلومات ونشر الامل بذات الوقت، لانه نحن بس نكون عم نحكي عن سرطان الاطفال مش بس عم نحكي عن الاشخاص المريضه او كيف هذا المرض بيصير، ولكن عم نحكي كمان عن الاشخاص الشجاعه اللي بعدها عم بتحارب، وخاصه بهالشباب الصغار والاطفال اللي هن بيكونوا يعني اقوى من حيلا حدا تاني. فمنوجه لهم تحيه كثير كبيره، واكيد اكيد منجدد دائما تفائلنا انه يكون في علاج لهذا المرض من الصغر ولا كمان للاشخاص الكبيره يعني بالعمر. تاكيدا على حديثك جوزيف، امبارحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيصرح انه قريبا رح بيكون في علاج نهائي لمرض السرطان. قديش هيدا التصريح جوزيف بيعطي امل، يعني مثل المعلقين بطرف امل لكل الاشخاص المصابين بهيدا المرض، ان شاء الله خير يعني من مين ما كانت الجهه يلي بدها تنزل هيدا العلاج او هيدا الفاكسان يلي بيعالج نهائيا امراض السرطان، بنقول ان شاء الله خير. يعني بنضل لكل الاشخاص اللي بتعرف حدا اللي عندها مريض بالبيت او هن مرضى كمان، بنوجه لهم تحيه كثير كبيره، بنعرف قد ايه هذا المرض خبيث وصعب كمان، ولكل شخص بعده عم بيقوم وبعده عم بيتجدد امله انه يكون عم بيصح ويكون عم بيصير بحاله افضل، بنوجه لهم تحيه كثير كبيره ان كانوا اطفال او كبار بالعمر، ونحن كلنا يعني عن جد حدكم، وان شاء الله بكل قوه بتوصلوا للعلاج وبتقدروا توصلوا انه تتخلصوا من هالمرض ان شاء الله يا رب. يعني جوزيف انطلاقا من هيدا الموضوع اليوم رح بتكون ضيفتنا ست هنا نمر لتحكينا عن المشي، في نهار عاملينه مثل ووك ليكون داعم وللتوعيه اكثر من سرطان الكولون بالتحديد، فاليوم يعني كل المهتمين بهيدا الموضوع انطرونا بهيدي الحلقه. كمان رح نكون
نكون بالعديد من الفقرات رح نكون بمقابلة مع وئام طاهر اللي هو فنان عم يطرح أغنية جديدة لإلك حل، وكمان معه المخرج فراس غطاس اللي رح يحكونا عن الكليب اللي رح ينزلوه أكيد بمناسبة عيد الحب. يعني من عيد الحب كمان رانيا مروي هي ممثلة رح تنضم لنا لتحكينا عن مسرحية للمخرج جابرييل يمين، مسرحية واليوم جديدة يعني 100%. واليوم عندنا كمان فقرتين ثابتين، لا فقرة ثابتة دايماً هالخميس وفقرة بتلعب، شو هن الفقرتين؟ حسب الظروف بتطلع عليكم، يا جوزيف بيطلع عليكم بسينما، يا أنا بطلع عليكم بتاج. أنا اليوم جوزيف رح يطلع عليكم بآخر أخبار وشو موجود بصالات السينما اللبنانية، صحيح؟ موفيز ليتست، رح نشوف الأفلام اللي نزلوا لأنه في عنا كمان مجموعة العديد من الأنواع، وكمان رح نكون بفقرة ديكور مع شربي الكرم كرمال يعطينا ليتست ترندز بالإنتيريور ديزاين. ولكن مثل كل يوم بنبلش مع أحوال الطقس من مصلحة أرصاد الجوية بمطرف الحرير الدولي، وعلي دلباني معنا على الخط. بونجور علي. بونجور، اهلا، كيفك اليوم؟ ماشي الحال؟ لا مش الحال، يعني اليوم شفنا هيك وعينا شوي على شوية انفراجات، بس اللي بيشوف احوال الطقس بيشوف انه الظهر بدها تبلش تشتي. خبرنا شوي، هلا عندنا استراحة تقريبا، استراحة صغيرة هيك للاشخاص الظهريات، بعد الظهر ببلش عندنا امطار متفرقة واحيانا بتكون غزيرة خصوصي بالمناطق الجنوبية والشمالية، وفي عنا برق ورعد وبتكون شوي الهواء اقوى من هلا يعني، والثلج بعده على ارتفاعات عاليه يعني 1600 وما فوق بالنسبه لليوم. هلا بالنسبه لبكره كمان عنا ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحراره، يعني نحس ببروده اكثر شوي خصوص الصبحيه. عنا على الساحل في أمطار متفرقة غزيرة كمان خصوصا بالمناطق الجنوبية مع برق ورعد، والرياح بتوصل بكرة ل 60 كيلومتر بالساعة أحيانا اعتبارا من الظهر، يعني بكرة من الظهر ببلش يطلع هواء شوي أقوى يوصل ل 60 كيلومتر أحيانا بالساعة. التلج كمان بيبقى معنا عالي على 1500 متر يعني بكرة. اما السبب يعني بكره هو اكثر شيء هو الذروي تبعه المنخفض اللي كنا بلشنا فيه من يومين. السبت عندنا كمان ضباب على المرتفعات، الحراره بتبقى مثل الخميس، مثل الجمعه سوري، بتتساقط الامطار متفرقه وبتشتد احيانا خصوصي هي جاي صوب الجنوب اكثر شيء، يعني عم نلاحظ انه هاليومين عم نركز على منطقه الجنوب بترافق ببرق ورعد ورياح ناشطه. الثلج بعده عنا كمان بضل الثابت على 1500 متر وبتخف، بتبلش تخف الامطار من السبت بالليل، بنحس بلش في عنا شويه انفراجات. الاحد بيستمر معنا الطقس بتبلش ينحسر تدريجيا سوري، وبترتفع شوي الحراره وبنحس انه بلش الطقس يتغير يعني يتحسن شوي، ولكن بضل في بعض الامطار. للتنين بينحسر كليا عنا المنخفض. هلا الحرارات اللي بتسجل عنا لليوم على الساحل بين 10 و 19، بكره بين 9 و 17، والسبت بين 9 و 16. على الجبال اليوم بين 5 و 13، بكره بين 4 و 11، والسبت بين 3 و 10. اما بزحله او الداخل عندنا الخميس بين 5 و 12، الجمعه بين 4 و 10، والسبت بين 3 و 9. الريح مثل ما قلنا بتنشط احيانا يعني بتوصل لنا ل 60 كيلومتر، هي معدلها المتوسط بين 15 و 45 كيلومتر بالساعه. الرؤيه جيده على الساحل، على المرتفعات في عندنا ضباب بسبب الضباب وغزاره الامطار فبتسوء الرؤيه. الرطوبة النسبية بين 60 و 80%، حال البحر مائج والضغط الجوي 1012 هكتو باسكال. ألو؟ يعني عنا هيك معلومات كتير، ولكن بعتقد العالم ناطرة الويك أنت تشوف شو بدها تعمل، ففي عنا طقس متقلب، ولكن مثل ما قلنا أنه السبت بعد بضل عنا، السبت بضل بعد شوي والأحد يعني كمان في أمطار متفرقة يعني أكيد. إلى الأحد بتبلش نحس بالانحسار ولكن بتنحسر نهائياً للتنين. أكيد، أصلاً نحن رح نكون كمان على اتصال معكم بكرة هيك بنتأكد أكثر للأحوال بالويك أند. ميرسي كتير لك علي دلباني، بنوجه لك تحية ولكل العاملين كمان بمصلحة الأرصاد الجوية لكل المعلومات اللي بتعطونا إياها والمستجدات اليومية. صحيح. يعني أنطوانات العالم عم تشوف الويك أند كيف الطقس تيشوفوا إذا بيطلعوا على التلج كمان، فهيك نحن بنعطيهم المستجدات يعني واكيد على التفاصيل مفصله جدا التفاصيل كرمال نعرف اكثر واكثر. صحيح. لانه عم موسم الثلج
موسم ثلج ولكل الاشخاص كمان تضل على التتبع للطقس كرمال تعرف شو بدها تعمل بالويك اند، بس اللي ما عم بالهم يظهروا من البيت وعم بالهم يعملوا شويه حركه وسبور اكيد يتابعوا جولي رمال بهوليستيك موفمنت. مرحبا، معكم جولي رمال. اليوم نحن بدركة شوي الحركات مع بالون. اوكي سو بس عندك بالون، يعني نحن بدي اعمل شوي ماده انر سايز اوتر سايز هاند سترينجز لكل جسم. ليتس بيجن وورم اب مع بالون. فيري ايزي، نحن بدي اعمل روتيشن على الشمال ونرجع على اليمين هون. alright but a little bit more faster, a little bit more fun. يلا على الشمال وعلى اليمين. Let's go. Number 4 and 4. Just feeling good and happy today. 6 6 7 7. Excellent. 8 8 9 9. Set al shmal wa al yamin and stop here. We're gonna raise your hands. La fuq wa la taht. All right. 10. Full stretch. Let's go. Number 3 and down. 4. Excellent. 5. 6, excellent. 7, 8, number 9, don't stop. هلا نحن بدنا زيت حركات بس مع squats. All right, it looks like this. I go down, عم ننزل لتحت، عم تطلع لفوق full extension. Okay, 10 مرات. يلا number 2 and stretch. 3, breathing. 4, very good. 5, number 6. Excellent. Number 7. Excellent. 8. Lafo. Number 9. Wal ashra. We're going to continue with the ball. Zeta harakat bas hala al shmal. So, ftah shway al ijlain. You're going to do a side lunge hone. Hala bas am tamal side lunge. That بتكون لقدام هون، إنه بتكون هون مش غلط بس أحسن بتكون لقدام to target your muscles correctly. With the ball, we go number 1 وجلسة إجل هون. We go down and up. ننزل أكتر لتحت. 3 لفوق. Very good. 4. 5. Number 6. Number 7. Number 8. Excellent. Number 9. وآخر وحدة. Take the ball شوي على الجنب. تعمل شوي pulses. Working on your muscles. Let's go. 5. 4 3 2 and continue al ijr yamin hon zayt al harakat raqbat bitkun la qdam. We grab the ball, ninzal la tahat la fuq. 1 go. 2 full extension. 3 excellent. 4 5 excellent. Number 6 7 excellent. Number 8 Number 9, يلا اخر set. 10, we're gonna sit down in a low lunge. البالون بتكون شوي على الجنب، نحن عند pulses. 10, push it down. 5, 4, 3, 2, 1, grab your ball. هنرجع هون على التابي. Alright? So very simple. البالون بتكون شوي على الورق هون، nice and easy. You're gonna find your balance. يعني ضروري في balance هون. Okay, we're gonna start مع اجر شمال لفوق لتحت. Alright, relax. هلا، إذا في بالونس، يعني you can put your hand ورا your head, you can reach it up, you can reach it الجنب وين ما كان ورا الظهر هون. هلا إذا ما في بالانس شو بتصير؟ لازم شد العضلات هون على الماضي. Alright, we're gonna go 3 more up and down. Number 2, آخر وحدة. We stop. Little pulses هون أشرة. Squeeze your muscles. 5 4 3 2 1 and then we're gonna lower the leg. هني تعمل زيت حركات مع إجر يمين هلا. Alright, so البالون بتكون على الورق. في بالانس، إذا ما في بالانس hold your ball. إذا في بالانس منيح يبدي تكون ورا الظهر هون. Alright, nice and easy. We lift up 10. Number 2, squeeze your core. شد المعدة منيح على إجر أكتر لفوق. يلا 4
lift your leg لفوق لتحت. هلا خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة والعشرة في شوي pulses لفوق full extension. Alright. بس خلصت هون نحن بدنا شكل شوي الفاس ما بالون. Are you ready? It's easy. Let's go ahead and take the ball هون على البطن. Alright. We're gonna come up a little bit here. Hands على الأرض يدين هون. إجر شمال لفوق ورا تحت عشرة مرات. Alright. جلسة داخل هون. Let's go. 3 4 5 6 7 8 9 الأشرة في stop وفي أشرة pulses هون stretching your leg لقدام. Let's go. بعد 3 2 1 okay stop change. إجر يمين هلا لفوق لتحت 1 2 على إجر لفوق أكتر 3 4 5 6 7 number 8 keep going number 9 الأشرة في stop وpulses 10 مرات. Alright, excellent. Take a little break. هلية تعمل زيت الشي بس مع اثنين اجرين هون. Alright. So you're going to take the ball again. نرجع هون. Very easy. اجرين شوي فتين. You're going to bring them up and down. Slowly. يعني هون نحن مركز المسل كنترول. ما بتعمل كثير سرعة. ثلاثة. يلا. على اجر لفوق. أربعة. خمسة. Excellent. Let's go. Five. Six. Seven. Eight. Number 9 الأشرة في stop وشوي pulses 10 مرات control the ball keep going 5 4 3 2 1 and relax. Alright هلا نحن بدنا نشتغل بعد الفاس but a little bit different now. Ready? It looks like this. Okay we go إجر شمال إجر يمين واثنين إجرين لفوق هيدا واحدة again شمال يمين واثنين number 2 let's continue الأشرة ثلاثة 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 جلسة إجر هون أربعة وأربعة وأربعة excellent كفي هون خمسة 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 ستة ستة وستة لفوق okay. يعني هون لازم ركز عم تعمل jump شوي لإجرين عم تعمل push لفوق okay. up and up and two legs لفوق يلا بعد في اثنين Don't stop. We're almost done. وآخر واحدة شمال يمين واثنين إجرين لفوق ومرتاح هون. Relax. البالون بتكون لقدام. Full stretch. Child pose. Excellent. So بس عم تعمل هيدا حركات لإجرين يعني فينا نعمل شوي الوزن خفيف هون اسمه ankle weights. منحط الوزن هون ankle weights بركي نص كيلو كيلو maximum كيلو ونص. It's very good for you. Shape up شوي الجلوت muscles هون. Alright. So بس خلصت نحن عندك كتير حلو stretching ما بلو. Ready? Let's come with me. We lie down on our back on the ball. Nice and easy. يدين لورا تعمل شوي circles هون. مرتاح الستريس مرتاح. On your neck. Alright. Let's go بعد ثلاثة. Excellent. بعد اثنين. يلا آخر واحدة. Stretch your hands. Stretch your body. Take a big breath, inhale, exhale, and come all the way up with me to seated position. Let's finish off with three big circles, feeling great. Let's go, inhale, nafas, all right. Two more times. Breathing, excellent. Eher wahde. Stay tuned and watch me on the next episodes. See you guys later.